عطار قديم قال لي حطي الفحم في المية السخنة واكسبي الملايين، تحقق حلم الصبايا والعجوز والشباب في ثواني. دي فكرة بقى بمليون جنيه. صلوا على رسول الله. أول حاجة بنجيب كسرولة ونحط فيها كوبايتين من المية، أول ما المية تغلي بننزل بقى 3 4 قطع من الفحم ونسيبهم يغلوا كويس جدا. اللي أول وأول مرة تشوفني أنا مامة سولة إسراء فتح سكتشن، ودي قناتي على اليوتيوب. في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دايما إشعار بكل فيديو جديد. أول ما الفحم غلى مرة واتنين وتلاتة مع المية، هنجيب معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر الحصى مش المطحون، وهنضيف كده الفلفل للمية المغلية والفحم، هنقلبهم بقى وهنسيبهم على النار يغلوا لمدة 7 دقايق بالظبط. ما تنسوش تصلوا على رسول الله ولايك بقى وكومنت حلو، اكتبوا لي بتشوفوني او بتابعوني من اي بلد، ويا ريت اللي وصل لحد هنا او وصلتي لحد هنا تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا، وجزاكم الله كل خير. هنا بقى سبتهم يغلوا لحد ما لون الميه اتغير تماما، وبجد الفكره دي هتبهركم شباب وبنات، والنتيجه يعني هتندهشوا كده. هبدا بقى كده اما الاقي لون الميه غير ان انا اخد كل الكلام ده وابدا اصفيه في اي طبق كده كبير، ابدا كده اصفي كل الكلام ده، وهنا بقى هنلاقي ان لون الميه في لمعة غير طبيعية وخدت كل اللون اللي في الفلفل الأسمر وخدت كل اللون اللي في الفحم. ما تنسوش تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد. هبدأ بقى ان انا اجيب الكسرولة مرة تانية وانقل ليها كل المية المغلية بتاعتنا ديت. شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا فظيعة الفكرة والله، بإذن الله هتعجبكم جدا، فشاركوها كده مع الكل عشان الكل يستفاد. حطيت معلقة من القهوة على معلقة من القرفة المطحونة ومعلقة من الحنة البلدي، أو نقدر نستخدم السدر المطحون. هنخلط كل المكونات كويس قوي مع بعض كده علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. الفكره اللي احنا بنعملها ديت الشباب قبل البنات هيدعولي عليها، والعجوز قبل الصبيه هتدعيلي عليها، يعني بجد هتبهركم. وعايزه اقول لكم بقى انها هتديكم نتيجه رهيبه. بعد كده بقى دوبت معلقتين من النشا مع معلقتين من الميه وضفتهم للمكونات بتاعتنا، وهبدا كده بالمعلقه على طول اخلط الكل مع بعضه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات نهائيا. نخلط كده كويس، شايفين اللمعه؟ اصلا الفكره لوحدها رهيبه. هنخلط بقى كويس قوي بالشكل ده، بجد مش عارفه كانت تايهه فين عني فكره الفلفل الاسمر ديت. الفكره دي يا ريتني عرفتها فعلا من زمان، يعني بصوا بعد دراسه وبعد قرايه كتير قوي توصلت ليها. الفكره دي بجد رهيبه، وكمان القدماء المصريين اصلا كانوا بيستخدموها تقريبا دايما. زمان بقى ما كانش فيه بقى حقن ولا اي حاجه من الحاجات ديت، فكانوا بيستخدموا الطب البديل، هو اصلا احنا نسيناه وبقينا بنلجا للحاجه السريعه وبس، ولكن بجد دي فكره بمليون جنيه. حطيت معلقه بقى كده من زيت الارجان وهخلط كويس قوي، والخليط بتاعنا لسه سخن، وهضيف معلقه من زيت الزيتون وهخلط كل الكلام ده كويس جدا. المفروض بقى ان احنا بعد ما بنخلطهم مع بعض كويس جدا بنستنوا لحد ما يبرد تماما، ونغطي الطبق ده بالستريتش. طريقة الحفظ بيتم حفظ جوه التلاجة. ده بقى هنستخدمه لإيه؟ ده أقوى دهان أو أقوى جل أو أقوى كريم على حسب ما تسموه، بجد للقضاء على الشيب والشعر الأبيض. دهنة واحدة منه كده على فروة الراس مع التدليك المستمر لمدة 10 دقايق، وشعر الدقن عند الشباب كمان كفيلة. أول حاجة لو أنت بنوتة فهي هتطول شعرك جدا بطريقة أنت ما تتخيلهاش، هتخلي شعرك ينمو بدون توقف، بتنبت فراغات الشعر فأقول وداعا للصلع والثعلبة، بتعالج الشعر من الجذور فأقول وداعا للشعر الأبيض والشيب حتى لو عمرك فوق 70 سنة، لأن هي هترجع الشعر لونه الأصلي. بالنسبه بقى كمان للبنات فانتوا تقدروا تستخدموها بقى، لان هي بروتين طبيعي للشعر، والنشا من اكتر الحاجات اللي بتفرد الشعر مع الفلفل الاسود. هتغرقي شعرك بيها كده وتلبسه بنيه واغسلي شعرك، بعد ما تغسليه هتلاقي شعرك مفرود فرد كده وهيطول جدا، هتخلي شعرك مزرعه شعر.